كنا تحدثنا منذ قليل على فريق مستقبل لاجيب. سيدوا لي معايا على الهاتف لاعب وليد العبيلي. حاضر وليد العبيلي ولا؟ الو الو وليد معنا؟ في انتظار المعارض من تصفي باللاعب وليد عبد الله قائد فريق مستقبل جيمس. نواصل حديثنا من بقيه مقابلات الجوله 24 من رابطه المحترفه الاولى. نشوفوا مقابله النادي الافريقي الملعب التونسي. اللقاء ذاك انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. نشوفوا لقاءكم ونرجعوا.